السلام عليكم حبايبي. بدون مقدمات، هذا الفيديو كلش قصير وبيه كلام كلش مهم، فأتمنى منك أتمنى تسمعني هاي كم دقيقة. بداية، الدال على الخير كفاعل. اليوم إذا أنا ما عندي إمكانية وما أقدر أساعد وأنت ما تقدر تساعد وغيرك ما يقدر يساعد وغيرك ما يقدر يساعد، نقدر نكون دالين على الخير، نقدر نوصل المحتاجين لأهل الخير. أهل الخير كلش هواي شباب. أكثريتكم تعرفون اليوتيوبر أبو فلة. أبو فلة اليوم مسوي حملة خيرية راح يساعد بيها 100,000 عائلة شباب، 100,000 عائلة و 300,000 إنسان، 300,000 إنسان، وراح يحاول يجمع 10 مليون دولار. هاي الحملة الخيرية راح تكون على البث المباشر بقناة أبو فلة. طريقة الدعم هي عن طريق رابط موجود حاليا بالوصف مال القناة وبالوصف مال قناة أبو فلة نفسه، نفس الرابط وقناة أبو فلة أيضا بالوصف. اليوم أو أعتقد هسه حاليا هو بث مباشر، فأنت تقدر يا عزيز المشاهد تقدر مجرد بس تدل على الخير. أعرفك هواي متابعين راح يسألوني أنا راح يتبرع لو ما يتبرع. والله العظيم يا شباب، أمنيتي أتبرع، أمنيتي أسوي نفس هاي الحملات الخيرية، بس للأسف إحنا العراقيين هاي الطرق الدفع أغلبيتها ما عندنا. وأنا شخصيا أغلب متابعيني، يجوز 90% من متابعيني ما عندهم طريقة الدفع اللي يقدرون يتبرعون بها. أنا واحد منكم، ما عندي كل هاي، باي بال ما يدعم بالعراق. يعني ما شباب ما عندي اي حساب بنكي حتى اقدر ادفع به للاسف. كل اللي نقدر نسويه هو الدال على الخير كفاعله، نقدر نكون دليلين على الخير بس. وانت عزيز المشاهد اذا عندك امكانيه وتقدر تتبرع حتى لو دولار واحد، هذا الدولار راح يساعد بجمع 10 مليون دولار، راح يساعد 300,000 انسان، راح يساعد 100,000 عائله هذا الدولار. فرابط التبرع موجود بالوصف وقناه ابو فله ايضا بالوصف. حاليا ابو فله طالع بث مباشر، اذا عندك امكانيه انزل على الرابط وروح دعم. الله يجعله بميزان حسناتنا وحسناتكم. ونشكر اخونا اليوتيوبر ابو فله، والله العظيم ما عندي اي شيء اقوله غير الله يوفقك ابو فله. مثل ما قلت لكم، الدال على الخير كفاعله، ابو فله حاليا طالع بث مباشر، خلونا ننشر هذا البث كل أنحاء العالم، بكل مواقع التواصل الاجتماعي، وين ما يعجبك. بكل بساطة يا عزيزي وعزيزتي المشاهدة، فرصة العمر هي كالآتي: تعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم ومنظمة UNHCR العالمية. والشب ما أنتم متخيلين العدد؟ أمنية طفلة سورية لما سألوها ما هي أمنيتك قالت أتمنى الخيمة. اوكي، فكرة البث كالآتي: اللي راح يكون اليوم الجمعة الساعة 7 مساء بتوقيت الامارات وساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. اشكر فيها مبادرة محمد بن راشد آل مكتوم وكل الجهات اللي ساعدتنا على هالفكرة الجميلة. بكل بساطة عزيزي المشاهد، الفكرة كالآتي: سوينا مكعب زجاجي، حطيته السيت اب الخاص بي داخل مكعب، تقريبا طوله 5 متر وبعرض 5 متر، اكون قاعد ابث في داخله، وموقعه راح يكون تحت برج خليفة. بكل بساطة الفكرة راح تكون كالآتي: لحظة البث راح احط رجلي وادخل المكعب هذا وما راح اطلع منه الين نجمع المبلغ العشرة مليون دولار. دايو! وبرج خليفة راح يكون ورانا بالضبط، في كل انجاز نصل لاثنين مليون راح تصير احتفالية برج خليفة للانجاز اللي وصلناه، ومنها عشان العالم كله يشوف الشيء اللي قاعد تسويه. باذن الله نصل لهذا المبلغ اللي هو العشرة مليون ونساعد 100,000 عائلة باذن الله. ان شاء الله مبتغى الفكرة ونجاحها يكون نجاح للمشروع وان الناس تتبرع، وباذن الله نوصل للعشرة مليون، اللي بالمناسبة انا ما ادري كم راح اخذ وقت داخل المكعب لين نوصل له. يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أسبوع، أسبوع يومين، أسبوع ونص، أسبوعين، ثلاثة، أنا ما أدري بصراحة، أنا ما يهمني. أنا يهمني شيء واحد يا عزيزي المشاهدة وأنت تعرفه بالضبط، إني ما راح أقفل البث وما راح أطلع من المكعب هذا اللي راح أبث أمامكم صباحا مساء ليلا صبحا فجرا عشا ظهرا كل الأوقات أمامكم إلين أوصل للمبلغ 10 مليون دولار. وأنا واثق إن راح نوصله، لأن أهل الخير موجودين، أهل الخير اللي ربي أنعمهم بنعمه وما نسوا نعمة ربي عليهم وقاعد يتصدقوا لوجه الله ويساعدون أخوانهم وأشقائهم موجودين. أهل الخير اللي ربي قال عنهم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل أنا يا جماعة، بسم الله توكلنا على الله، ويلا مثل ما خلصنا مشروعين عملاقين في بث مباشر ووصلنا للهدف، هذا المشروع الثالث والثالث ثابت بإذن الله، 10 مليون دولار، 100,000 عائلة، 300,000 لاجئ إنسان شقيق لنا راح تساعده بإذن الله. كونوا معانا يا جماعة، البث اليوم 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 مساء بتوقيت الإمارات. بالله عليكم خليك موجود يا عزيز المشاهد. وتذكر إذا ما عندك القدرة أنك تساعد، ما يحتاج أقولها لأني قلتها أكثر من مرة،
أدى له على الخير كفاعله. لنا وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لك عزيزي المشاهد اللي تابعتني من أول ثانية لآخر ثانية، وإن شاء الله يا ربي راح نقدر نجمع 10 مليون دولار.